انا والزملاء ديالي بالنسبه للباركينغ ما كاينينش الطوموبيل بلاصينا غير هنايا تقدر ما خصكش تشيق فهمتش كتحط حوايجك هنا في الطوموبيل كذا بزاف الحوايج بحال هادشي ما خصوش يبقى هنايا ديال الازبال بزاف الحوايج هنايا العائلات ما كيلقاوش فين يجلسوا بزاف الحوايج خاصهم يكونوا هنايا وحتى كما شفتيها انت طماريس يعني البلاصه كيف كنقولوا راه سياحيه خصك تقول بلي راه مكان سياحي هذا راه كيجيو لي الناس من بعيد كيجيو لي الكور كيجيو لي بزاف الناس حنا جايين من سيدي معروف حتى هنا عين دياب حدانا كلشي حدانا وجاي لي علاش حيت كنرتاحوا فيه وزوين وكذا ولكن باقي خصو بزاف التعديلات هادشي اللي كنشوف من الناحيه ديالي انا الطريق لقينا عامره كاين ازدحام في الطريق نظر ان كاين تعديلات في الطريق مزيان هادشي تكون تعديلات باش الطريق تزيد توسع وكيف قلت لك المشكل اللي كاين اساسي هنايا هو بالنسبه للباركينات العائلات ما كيلقاوش فين يرتاحوا فين يديفوا لا وما كاينش بلايص زوينين هنايا خصوصا جيت طماريس جوج ما كاينش الناس فين يجلسوا كذا وهادي ونتمنوا ان شاء الله من الناس يتدخلوا في حال الحوايج هادو وان شاء الله وغيكون خير ان شاء الله وغيوليو الناس يجيو يتبحروا من كاع الاماكن بحالنا حنا اللي جايين من سيدي معروف المنطقه خصنا تيرانات فين يلعبوا الدراري منطقه عندنا زوينه كيجيو الناس بزاف وداك الشيء ولكن خاصنا فين يلعبوا الدراري تيرانات بلاصه ديال الرياضه ديال الدراري هذا الشيء اللي كاين دابا حاليا صافي كاع البلاصه اللي خاويه كتمنى غتكون فيها شي نهار شي تيران ولا شي حاجه اللي زوينه ولا شي ماشي جريده فين يخرج بنادم ما كاينش كاين عاد الديور ها الفيلات وكاين عاد بني ودور الحيط ما تلقاش من دوز السبت الحد الا بغيتي حنا مثلا هذه المنطقه الا بغيتي تجي غير للبحر باش تمشي للدار ما تلقاش من دوز عامره ديما عامره ودابا بلا السبت الحد راه عامره حيت الطريق صغيره هادشي تا هو خاص هادشي خاص في المنطقه حيت المنطقه عمرات عمرات وبنادم طمارس ولا كلشي كيجي لطمارس حيت زوين وهادو هما الحوايج اللي خاصين انا صافي هما اللي كاينين هما اللي موجودين دابا صاب اي بلاصه بلاد كتكون خاويه راه كيجيو كيبلانو لا كياخذوها الفيلات صافي وبنادم الحاجه اللي فيها الرباح اما بالنسبه للتيرانات ما عندهم لا رباح لا والو راه ما كاينينش كاع في دار بوعزه كامله ما كاينينش الرساله اللي كنبغي نقول هي شي بلاصه اللي تبقى خاويه تبقى عندنا زوينه فين يلعبوا الدراري فين فهمت دابا الدراري خطاب البحر فاش كيلعبوا الكره واللي بغى يجري ولا داكشي اما شي حاجه اخرى راه ما كاين ما نكذب عليك ما والو راه ما بحر ما والو اخويا غير كنجيو نتعذبوا به وصافي حيت هو اقرب بحر لينا فهمتيني ولا لا داكشي علاش اما كان البادير راه غنبدلوا الطماريس راه ما بحر ما والو شو الاجواء كيفاش دايره الدراري صغار مارقين في لعبوا العودان بنادم لاعب كره البحر عامر بزاف ما كاينش فين تبحر بصح حمد الطريق راه هذيك معروفه ديما البراجات بلبله ها خليها على الله وصافي الطريق عامره بزاف والحفاري وكيدوزو ما عرفت فاش خليها على الله وصافي ما لقيناش باركينغ كاع كلشي عامر الا بغيتي باركينغ خاصك تعود البحر واش باركينغ من غير البحر ما عندك فين دير باركينغ هذاك الشيء علاش طماريس موقع فيه معجب نقول لك اللي كاين ما كنلقاو فين ندورو هادشي دابا حتى من دابا جايه بموطو بحال عامر ما كاين فين الدور كره ما كاين فين تلعبها معجب كتوقف كيتم جايب لك باراسول كيقول لك خود صحة بزز منك كتاخد واش فهمتي موطور اخويا 10 درهم كيجيك من الاخر كيقول لك حط ولا سير غتحيد من تما غيدو لك موطورك هادشي باش معروف هو هادشي بالشفرة تغفل عينك طارش